السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني في فيديو ربحي جد على قناتي. رمضان مبارك كريم للجميع، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. صحة رمضانكم الإخوان. إن شاء الله اليوم سوف يكون لنا شرح لموقع، وسأريك كيف تستطيع أن تربح 100 دولار بسهولة. نعم أخي، بسهولة. إذا إخواني، لشرح موقع اليوم فاصل ونواصل. إذا إخوان، كالعادة ستجدان يعني كل الروابط التي تحتاجونها أسفل الفيديو. في البداية فقط سأريكم إثبات السحب كي تروا أن الموقع صادق ويدفع. هيا إخواني، 65 ألف عملة ربحتها في يوم واحد. نعم الإخوان، بإمكانك كل يوم تربح هذا العدد من العملة، وهذه على فكرة منصة كاتكس. ها هي أمامك العملة، وصلتني بنجاح، وفي نهاية الفيديو إن شاء الله سأريك كيف يعني ستجعل هذه العملة. إذا رابط الموقع الإخوان هو تجده أسفل الفيديو. هذا هو الموقع كما ترون. الآن بإمكاني أن أحول 15 ألف عملة أخرى. دخلت للتو يعني أعطاني الموقع 15 ألف. على فكرة الموقع هو عبارة عن مثلا، هو يشبه فلنقل فيسبوك، يشبه تويتر، يعني كل شيء تعمله في الموقع يعني بالنقاط، يعني بالنقاط. ومثلا سأريك الآن عندما تدخل تسجل، التسجيل سهل إخواني، لن أريك كيف تسجل. طبعا سجل وفعل من الإيميل سواء في المنصة التي أريتك إياها الآن أو في الموقع هذا نفسه. سأريك كيف تربح النقاط. أولا في البداية عندما تسجل أخي 30 ألف عملة مضمونة، تسجيلك يساوي 30 ألف عملة، هذه كبداية. ثم بعد ذلك عند دخولك للموقع، يعني الدخول فقط 15 ألف أخي عملة، يعني 45 ألف عملة يعني في دقيقة كما ترى، 45 ألف عملة في دقيقة. على فكرة حكاية 15 ألف عملة التي يهديها لك يعني الموقع ليست دائمة، فهي صالحة 3 مرات، يعني 3 مرات يعطيك 15 ألف عملة، يعني المجموع 45 ألف. بعد ذلك يعني لن يعطيك للدخول 15 ألف، حتى نكون واضحين. 30 ألف عملة للتسجيل، إذا 75 ألف. وكذلك بعد النقاط سأريك كيف تربحها لتصبح لديك 100 ألف نقطة. قلنا الموقع فيه أيضا طلبات صدقة، في كل يعني في كل مرة تجد طلبات صدقة عندما تدخل هذه كما ترى. فقط أن تقوم بالتعليم عليها هكذا، لا يعني قابلت صدقته وحصلت على نقاط، يعني ستحصل على العملة بهذه الطريقة. كل يعني كل مرة تجد عدد كبير يعني يطلب يعني منك طلب صداقة جديد، يعني تبقى تقبل فيهم وتعيد، وكل مرة تقبل يعني أي مشترك سوف تحصل على نقاط ويزداد معك العدد الموجود لديك هنا. أيضا هناك طرق أخرى سأريها لك كيف تستطيع أن تربح العملة. يعني موقع سهل جدا إخوان، بإمكانك أن تضع فيه يعني صورة للبروفايل الخاصة بك ويعطيك نقاط. بإمكانك العديد الإخوان، بإمكانكم اكتشاف الموقع. فيه أيضا بونتي، خاصية بونتي هنا، اضغط على بونتي. هذه إذا كنت تريد أن تعملها، إذا لم تكن تريد أن تعملها فلا داعي لذلك. يعني أنت هنا يطلب منك بعض الأشياء تقوم بها، سويفون يعني تتابع على فيسبوك ومثل باقي الإيردروبات، هذا إذا أردت أن تقوم بها. إذا لم تريد فهذا عادي، أنت تحصل على النقاط بطرق أخرى، يعني يوجد العديد من الطرق. فقط الإخوان ملاحظة أيضا قبل أن أنسى، إذا الإخوان بالنسبة للسحب هي العملة اسمها كريدي كما ترى، تيرا كريدي. بالنسبة للسحب فقط أريكم يعني فيها بعض شروط، شروط سهلة يعني أي شخص يستطيع تحقيقها، اللهم إلا إذا لم تريد فعلها. المهم في الأول سيقول لك يعني لابد أن تقوم بالتسجيل معهم في حساب التليجرام الخاص بهم، يعني يعطيك مجموعة من فوق تجدها هنا في صفحة الويدرو. هنا عندما تضغط على جروب تقوم بالانضمام لهم، وتضغط على شانل، يعني هناك مجموعتين من تيليجرام تنضم لهم، يعني سهل جدا في دقيقة تنضم. وهنا تضع له اليوزر الخاص بك على التليجرام، الاد زائد الاسم المستخدم الخاص بك، سهل جدا. هنا الايميل الذي تسجلت به، اوكي
هنا يقول لك أقل يعني رقم تسحبه 10 آلاف. قلت لك يعني تسجل الآن ستسحب الآن، يعني أصلا تسجل ب 30 ألف وادخل 3 مرات متتالية 45 ألف، يعني مجموع 75 ألف في دقيقة تحصل عليها. وفقط ملاحظة، يقول لك يعني لابد أن تفعل حسابك هنا بالبطاقة الوطنية، سهل جدا، أنا في دقيقة قبلها من الموقع، في دقيقة قبلت. ماذا عليك أن تضع؟ فقط يطلب منك خانة تضع فيها البطاقة الخاصة بك من الجهة الأمامية، ثم البطاقة من الجهة الخلفية، ثم سيلفي ولو كنت حامل للبطاقة فقط، واضغط على سيف. في دقيقة يبقى الموقع يعني يحفظ لك الإعدادات، وستقبل بطاقتك في دقيقة، وتستطيع أن تسحب الوقت ما تشاء. أنا فعلت حسابي في دقيقتين. المهم إخواني، قلت لكم موقع سهل جدا، أترك لكم رابطه أسفل الفيديو، مثله مثل باقي مواقع التواصل الاجتماعي. بإمكانك يعني قيام يعني ب... قلت لك تقوم بإضافة أصدقاء، يعني تحتسب لك نقاط. المهم إخواني، عندما تريد فقط يعني أن تقوم بالسحب، عليك حفظ المحفظة الخاصة بك، تقوم بحفظها في السيتينج هنا يعني قبل القيام بالعملية، فتجد المحفظة، تضغط على أسيت هكذا، تظهر معك كل في منصة الكاتكس. طبعا أنا أتحدث الآن على المنصة التي أرسلت لها العملة، هي 65 ألف. هنا عند الوصول تضغط الضغط على أسيت، اكتب كلمة كريدي هكذا فقط، تظهر معك العملة يعني من فوق، هي الأولى كريدي. تقوم ب يعني أخذ الرابط ديبوزايت هذا، تضغط على ديبوزيت وتأخذ رابطك. هذا هو رابطك يا صديقي الذي ترسل إليه، تقوم بحفظه هنا في حسابك هنا. بعد ذلك قلت لك بإمكانك أن تسحب وقت ما تشاء، العدد الذي تشاء. طبعا قلت لكم سأريكم كيف تحولون العملات إلى 100 دولار، وأنا لا أكذب، سأريك أخي. نذهب إلى التريدينج هنا، يعني إلى التداول. هنا نجد نكتب اسم العملة كريدي هكذا، انتظر معنا، بامكانها ان تكون بالبي تي سي، اثيريوم او يو اس دي تي. سارى بالبيتكوين، اضغط على كريدي بيتكوين هكذا. انا لدي 65 ألف حاليا العملة حاليا، يعني هناك من وضع طلبات بيع عديدة، هناك من طلب وضع طلب البيع ب 17 ساتوشي، 16 ساتوشي، 15، 14 كما ترون. اخوان انا سوف اقوم يعني سيل كريدي هذه كما ترون، هذه التي في الأسفل بالأحمر، أتركها على ليميت، يعني ليس على ثمن السوق، بل ليميت أنا من سأضع الثمن، سأضع لها ثمن يعني الإخوان. أنا شخصيا سأبيعها ب 20 ساتوشي، 20 ساتوشي. ستصلها يعني، لم تصلها اليوم ستصلها غدا في الشهر القادم، 20 ساتوشي صدقوني ستصلها. 20 ساتوشي هذه، هذا 65 ألف ستحول إلى 1,300,000 ساتوشي بيتكوين، ما يعادل 75 دولار الإخوان. إذا وصلت 20 ساتوشي هنا فقط في هذه الأيام، ستصبح لدي 75 دولار إخوان، يعني 1,300,000 ساتوشي بيتكوين. سنترك هكذا هذا الطالب. عندما يصل تصل العملة 20 ساتوشي، سوف يباع أوتوماتيكيا بدون تدخل مني. أدخل أجد البيتكوين الخاص بي هنا 1,300,000، أسحب وأذهب في حالي، أسحب 75 دولار وأذهب. وكما قلت لك سأترك هكذا بالنسبة للأمونت، أكتب 65 ألف هكذا، هذا هو العدد الذي لدي كما ترى، 1,300,000 بيتكوين. أضغط على سيل كريدي هكذا، أوكي كونفيرم، هكذا سكسس كما يقولوا لي. سيحفظ معي هذا الأوردر الخاص بي أنا، ها هو 20 ساتوشي، 65 ألف، 1,300,000، ما يعادل 75 دولار. وسأبقى أعمل في الموقع هنا، هذا الموقع، وأربح العملة، لدي 15 ألف، سأقوم بزيادة العدد وأرسله مباشرة. على فكرة العملة ترسل لك في غضون 12 ساعة إلى 16 ساعة كحد أقصى تجدها في المنصة، يعني ترسل بسرعة. إخواني إذا لم تستغلوا الموقع، هو يعطي بالموقع هذا، ويعطي حاليا بأعداد كبيرة العملة. على فكرة ستدخل ميركاتوكس نهاية هذا الشهر، وعلى فكرة أي عملة تدخل منصات كثيرة سوف الثمن يصعد أخي، يصعد. تخيل معي 20 ساتوشي فقط، أنا وضعت بيع عملة ب 20 ساتوشي بيتكوين فقط، يعني ثمن صغير جدا، ورأيتم 75 دولار.
المهم إخواني، إدارة الربح، الربح موجود. بالنسبة للتفعيل، ضع بطاقة وطنية أو رخصة سياقة تقبل منك عادي، في دقيقتين تقبل وتسحب العدد الذي تريد. إخواني أعتقد لا يوجد أسهل من هكذا مواقع نقدمها. لنا موعد في حلقات قادمة وتكون ربحية إن شاء الله. في هذه الأيام سنكثر قليلا من الفيديوهات، ففرصة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء وصحة أفطركم.